وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022-2023 تراعي التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. هذه الخطة راعت هذه التداعيات الاقتصادية اللي بدأنا كلنا بنشعر بيها ورشدت الإنفاق بشكل كبير جدا، أيضا عملت تفعيل لدور القطاع الخاص عشان يقوم بدوره في خلال الفترة القادمة جنبا إلى جنب مع القطاع العام، وده طبعا تنفيذا للخطة اللي وضعها السيد رئيس الوزراء الخاصة بكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية اللي بيمر بيها مصر والعالم كله في الوقت الحالي. كلنا شايفين الأزمة العالمية الاقتصادية العالمية والأزمة اللي بيشهدها العالم كله، طبعا مصر مش بعيدة، العالم كله في النهاية مرتبط ببعضه. أعتقد أنه الدولة المصرية بتواجه أزمة اقتصادية مثلها مثل الاقتصاديات الكبرى في العالم. أنا النهاردة أشدت بخطة التنمية فيما يتعلق بتأكيد الحكومة على استكمال المشروعات التي بدأت بالفعل، وفي القلب منها مشروع حياة كريمة اللي طالبنا به الحكومة، والحقيقة ناقشناها جامد ولقينا في استجابة، إن في بنود احتياطية محطوطة لكل بند، محطوط احتياطيات واحتياط برقم كبير. هنا بنطمن شوية إن لو الحاجة ما تنفذتش بالظبط أو العالم ما ساعدناش في كده تغير الأسعار، يبقى هنقدر نعوضه بالاحتياط.